السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في فيديو عن السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2020، معلومات عن اللي نازلة في الدول العربية واللي نازلة عالميا واللي بتتباع عندنا في مصر المحروسة. وفي نهاية الفيديو مواصفات كاملة للهيونداي إلنترا AD إكسكلوسيف موديل 2020 المباع في مصر واللي احنا صورناها النهاردة. اهم ما حصلت عليه سيارات إلنترا 2020 الكورية المزودة بمحرك 4 سلندر هو انها اتخلت عن صناديق التروس المانيوال والاوتوماتيك العادية وحصلت على فتيس IVT اختصارا لانتليجنت فاريابل ترانسميشن، وبالكلام ده دخلت في سباق التطور والتكنولوجيا. واكيد ناس كتير تعرف تكنولوجيا IVT اللي هي بتأثر على أداء السيارة، وخلاصة التكنولوجيا دي انها بتنعكس ايجابا على استهلاك البنزين وبتوفر، لدرجة ان عربية مثلا سعة محركها 2000 سي سي ممكن 8 لتر من البنزين يمشوها 100 كيلو متر. ومن ضمن التحديثات اللي حصلت عليها السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2020 شاشة 3 بوصة على لوحة العدادات ونظام تحكم في التكييف بمنطقتين وأنظمة أمان حديثة بالإضافة للأنظمة اللي بقت عادية واللي هنتكلم عنها في المواصفات. زادت الإلنترا AD نظام المحافظة على المسار ونظام تنبيه السائق في حالة الغفلة. ممكن لو عجبك الفيديو تدوس لايك وتشير الفيديو عشان المعلومة ما توقفش عندك، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الجديد في عالم السيارات. نبدأ على بركة الله. في الأسواق العربية السعودية والخليج بتتوفر العربية بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي 147 حصان 179 نيوتن متر، ومحرك 1600 سي سي 4 سلندر 126 حصان 155 نيوتن متر. بالنسبة للأسواق العالمية بتتوفر بمحركات مختلفة تماما، يعني بتنزل في باقي دول العالم بفئتين. الفئة الأولى محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي مع تيربو بقوة 201 حصان 265 نيوتن متر. الفئة الثانية بتاعتها محرك 4 سلندر 1400 سي سي مع تيربو بقوة 128 حصان 211 نيوتن متر. في مصر حاجة عجيبة خالص، العربية نازلة 7 فئات بنفس الموتور والشكل، كل مغبور يزود زرار يعمل لها فئة ويبيعها بسعر مختلف. يعني رغم ان مواصفات العربية اللي نازلة مصر 4 سلندر 1600 سي سي 127.5 حصان 155 نيوتن متر، وهنلاحظ ان في حصان ونص زادوا عن المواصفات الشركة المنتجة، يعني الشركة نفسها بتقول ان الموتور 1600 سي سي 126 حصان. سبحان الله، العربية بمجرد دخولها الحدود المصرية بقت 127.5 حصان. ما علينا من موضوع الحصانة ده، خلينا ان في 7 فئات يا شعب مصر العظيم كلهم بنفس المحرك والقوة والعزم، والفروق مجرد فئة جنط 15 والتانية الجنط بتاعها 17 ومزودين عليها حساس مطر، مع انها في السعودية الفئتين واحدة 1600 سي سي والتانية 2000 سي سي وجميع انظمة الامان والكماليات في الفئتين. في اوروبا الفئتين واحدة 1600 سي سي بتيربو والتانية 1400 سي سي بتيربو، وبرضو كل انظمة الامان والكماليات موجودة في الفئتين. يعني السعر بيتحدد على قوة الموتور والعزم والسي سي. والموضوع ده بيفكرني بواحد اعرفه كان فاتح محل بيبيع خضار، وكان في نفس الشارع بتوع خضار كتير جدا. المهم نفس العربية اللي بتعدي عليهم الفجر علشان توزع الخضار بتعدي على صاحبنا ده، مثلا لو كلهم بتجيلهم الطماطم مثلا ب2 جنيه ويبيعوها ب5 جنيه ويرموا الطماطم البايظة المفعصة، صاحبنا جايب قرايبه بينقضوا الطماطم ويعملوا منها 7 فئات، النظيفة قوي وشكلها بيلمع وناشفة بيحطها في اطباق ويبيعها ب20 جنيه الكيلو، وده طبعا ليها زبون للأسف أهبل، والأقل منها شوية بيغطيها بكيس ويبيعها ب15 جنيه، ويقعد يقسمهم لحد ما يوصل لأقل فئة اللي المفروض بتترمي عند كل بتوع الخضار، يقوم رميها في قفص وبيعها ب2 جنيه الكيلو. ودي بيشتريها الغلابة اللي فاكرين انهم بيوفروا وما يعرفوش انهم واخدين زبالة مليانة أمراض. المهم هو ده اللي بيعمله غبور مع هيونداي، وتقريبا مدير التسويق اتعلم من صاحبنا بتاع الخضار. عاوز اقول لكم ان الموضوع ده بياكل قوي مع الناس اليومين دول، مش فاهم ليه، لدرجة اني لما بتكلم على فساد توكيل بالادلة والاثباتات والفيديوهات بتاعت عملاء التوكيل اللي بيشتكوا، بلاقي ناس كتير بتدافع عن التوكيل باستماتة، رغم ان كتير منهم مش معاه عربية اصلا او معاه عربية قديمة نوع تاني خالص، ودي ظاهرة جديدة تضاف الى التغييرات اللي بيمر بيها الانسان المصري. المهم نسيبنا من بتوع الخضار وخلينا في الهم اللي احنا فيه.
سعر اعلى نسخه الاس اي اللي سعه محركها 2000 سي سي ونازله الخليج والسعوديه اللي هي مزوده بجميع الكماليات بتباع ب 18950 دولار امريكي او ما يعادل 71000 ريال سعودي او بالمصري 303000 جنيه. وطبعا انتوا عارفين ان نظام الضرائب في السعوديه وحتى ضريبه المبيعات زي مصر بالظبط. هنا في مصر السبع نسخ اقل نسخه فيهم منزوعه الدسم سعرها 307000 جنيه واعلى نسخه سعرها 440000 جنيه، يعني الفرق بينهم 130000 جنيه مصري، لكن الموتور والعزم والقدره ونقل الحركه وكل حاجه واحد. هنستعرض العربيه في مصر من موقع هيونداي الرسمي ومن الموزع المعروف المصريه للسيارات. عايزين نشوف شركه هيونداي مصر. تمام، ادي الصفحه الرئيسيه. دي شركة هيونداي مصر. احنا بندور حاليا دلوقتي على سيارة الانترا اي دي اللي هي الشكل الجديد. ادي الانترا. تمام، ده الشكل الجديد طبعا اهو. القصة كلها ان احنا عايزين نشوف ايه موضوع المواصفات، ايه الفرق بينها كفئة اولى وفئة سبعة. طبعا توكيل غبور مقسمها سبع فئات مع انها نازلة في دول الخليج والسعودية فئتين بس، والفئتين كل فئة موتورها مختلف عن التانية، وبالنسبة عالميا برضو نازلة فئتين كل فئة موتورها مختلف عن التانية. عالميا نازلة 1400 سي سي تيربو و 1600 سي سي تيربو، وعالميا وفي السعوديه نازله 1600 سي سي و2000 سي سي. احنا هنا هنشوف دي الفئه الاولى زي ما احنا شايفين 2 3 4 5 6 7 فئات، سبع فئات كلهم نفس الموتور ونفس المواصفات ونفس القدره الحصانيه ونفس العزم. الفروق بسيطة فعلا زي ما قلنا ان هو بيحط زرار في العربية ويسميها فئة. يبقى احنا عندنا هنا مثلا الفئة الاولى اهي الانترا اي دي جي ال. تمام، الانترا اي دي جي ال خمس مقاعد، ابعاد العربية لو دخلنا فيها 4 متر 62 سنتي، متر 80 سنتي، متر 45 سنتي. وزنها مش كاتب اي حاجه عن الوزن. نظام التعليق بتاعها زي ما احنا شايفين ماكفرسون، ده الامامي. الخلفي تورشن بيم. نوع المساعدين بتاعتها الهيدروليك. تمام، هنخش على القوه والاداء. الفئه الاولى 1591 يعني 1600 سي سي، 127 حصان عند 6300 لفه في الدقيقه، 155 نيوتن متر عند 4850 لفة في الدقيقة. نظام الصبابات بتاعتها 16 صباب. سعة خزان الوقود 50 لتر. نقل الحركة بتاعها اوتوماتيك 6 سرعات. دي الفئة الأولى. تعالوا نبص على الفئة، نسيبنا من التانية طبعا هتلاقي زود فيها زرارين مثلا ولا حاجة. الفئة الثالثة اللي مكتوب عليها اي بي اس هتلاقي حاطط فيها فرامل اي بي اس. هنشوف الهاي لاين دي اسمها شكله حلو كده. دي الهاي لاين. هنشوف الهاي لاين. خش على المهم، القوة والأداء. سعة لترية برضو 1600 سي سي ما فرقتش. أقصى قوة حصانية 127.5 عند 6300 لفة. أقصى عزم 155 عند 4850 لفة. صباباتها 16. سلندراتها 4 ما فرقتش حاجة. خزان البنزين بتاعها 50 لتر. نقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات. طب بلاش هاي لاين، اكسكلوسيف دي شكلها اسم حلو يعني. نخش على اكسكلوسيف. ادي اكسكلوسيف اهو. هنخش على قوة واداء. نفس الكلام 1600 سي سي 127.5 155 16 صباب 4 سلندر 50 لتر سعة خزان وقود ونقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات. مفيش أي فرق. خش على الفئة الأخرانية
يمكن ليميتد دي يعني حاجة جامدة اهو، ادي الليميتد، خش على القوة والأداء، ساعتها اللترية نفس الكلام، قدرة حصانية نفس الكلام، العزم نفس الكلام، الصبابات، السلندرات، نقل الحركة اوتوماتيك 6 سرعات، هي نفس القصة. يبقى احنا بنتكلم على تهريج، ده اسمه تهريج. لما نزل العربية بتنزل بره في الخليج فئتين، وكل فئة نازلة بموتور مختلف، بعزم مختلف، بقدرة حصانية مختلفة. لما نزلهم واسميهم هنا 7 فئات، 7 اهم، والسبع شبه بعض في الموتور والعزم وشبه بعض في القدرة الحصانية، لو ما ليه الاختلافات، يبقى فعلا زي ما الناس بتقول احط زرار في العربية واسميها اسم تاني. هنخش على المصرية. المصرية ده موزع معتمد، ناس طبعا كلها عارفينه، المصرية اوتو. وادي العربية الانترا، العربية الانترا، ادي الفئات بتاعتها، بدأ من 307,000 الفئة الاولى، اللي بعدها 317، اللي بعدها 337، وبعدين 352، 372، 390، اخر فئة واعلى فئة 440. في حين ان هي في السعودية نازلة ب 71,000 ريال، يعني تخش لها في 303,000 جنيه مصري. والسعودية فيها نفس النظام الضريبي ونفس كل حاجة زي مصر. عايزين نعرف ايه التفاصيل، الفئات السبعة بتاعتها في المصرية اهي، ادي المصرية الفئة الاولى اهي، اهي الفئة الاولى، الف ستمائة سي سي، 127.5 حصان، دي الفئة الاولى. الفئة التانية اهي، نفس الكلام برضو، بس دي جنطها 15، 1600 سي سي، 127.5 حصان، دي الفئة التانية اللي هي سعرها زي ما قلنا، دي الفئة التانية اللي هي مسميها فيس ليفت اي دي جي ال اس ار ب 317,000. الفئة الأولى الانترا اي دي فيس ليفت اي دي 1.6 جي ال، الفئة الأولى هنا بكام؟ ب 307,000، الفئة الثانية ب 317,000. نبص على إمكانيات دي وإمكانيات دي، الاثنين واحد. فرق حاجات تعبانة جدا ولا ليها أي قيمة. طب نشوف الفئة الأعلى. سيبنا من كل دول، يعني ده كل ده هري، نخش في المهم، آخر حاجة بقت ب 440,000 ليه؟ أهي. آخر حاجة ب 440,000. الانترا اي دي فيس ليفت جي ال اس ليميتد، خير ان شاء الله، نفس الكلام. الفرق ان الجنط بقى 17، وطبعا في حاجات في النص كده، حساس مطر، حساس توقف، حاجات ولا ليها اي قيمه، 1600 سي سي و127.5 حصان، نفس الموتور ونفس كل التفاصيل، وفعلا ازود زرار، ازود لمبه ليد، اي كلام اي كلام. نيجي بقى للمواصفات الهيونداي الانترا اي دي المباع في مصر، ومش عارف بصراحه اتكلم عن انهي فئه من السبع فئات من كتر حلاوتهم. عموما هتكلم عن اللي معانا في الفيديو اللي هي الاكسكلوسيف، وترتيبها في السبع فئات ان هي الفئه الخامسه. بالنسبه للابعاد، الطول الكلي 4 متر 62 سنتي، العرض الكلي 1 متر 80 سنتي، الارتفاع 1 متر 45 سنتي، قاعده عجلتها 2 متر 70 سنتي، ارتفاع المركبه عن الارض 15 سنتي. سعه تخزينيه لصندوق الامتعه 407 لتر. بالنسبه لنظام التعليق الامامي ماكفرسون، نظام التعليق الخلفي تورشن بيم، نوع المساعدين الهيدروليك توين تيوب، نظام الفرامل الامامي بتاعها ديسك والخلفي سوليد ديسك. بالنسبة للقوة والأداء، السعة اللترية 1591 سي سي، يعني 1600 سي سي، أقصى قدرة حصانية 127.5 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة، أقصى عزم 155 نيوتن متر
عند 4850 لفة في الدقيقة، نظام الصبابات 16 صباب، عدد سلندراتها 4، خط مستقيم، سعة خزان الوقود 50 لتر، نقل الحركة بتاعها أوتوماتيك من 6 سرعات. بالنسبة للتوجيه والإطارات، عجلة قيادة آلية كهربية. بالنسبة للجنوط بتاعتها، جنوطها 17 بوصة 225×45. الإطار الاحتياطي بتاعها إطار كامل ألمونيوم. الأمان والحماية، نظام منع إدارة المحرك، فيها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي فقط، لا توجد وسائد هوائية جانبية، يوجد بها فرامل مضادة للانغلاق ABS، وفيها توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD. نظام الاتزان الإلكتروني مش موجود في العربية دي. برنامج التوازن عند المرتفعات مش موجود برضو. كشف النقط العمياء مش موجود. بالنسبة لكاميرا الرؤية الخلفية موجودة. مراية داخلية ذاتية التعتيم موجود. جهاز تحذير المسافة الخلفية موجود. جهاز تحذير المسافة الأمامية مش موجود. فوانيس الشبورة الخلفية موجودة. بالنسبة لكمالياتها، فيها مفتاح ذكي وإمكانية إدارة المحرك بدون مفتاح. فيها خاصية فتح صندوق الأمتعة بدون مفتاح. شاشة 4.2 LCD، عددتها متطورة. مخرج كهرباء 12 فولت. شاحن للهاتف USB. عجلة قيادة متعددة المهام. فيها مثبت سرعة. فيها إمكانية اختيار نوعية القيادة. عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد. الزجاج بتاعها حراري عازل لحرارة الشمس. مرايات كهرباء. المرايات بيتم طيها كهربيا ومزودة بإشارات جانبية. توجد إضاءة في المرايات الخارجية عند فتح السيارة. إضاءة في المقابض الخارجية عند فتح السيارة. تكييف الهواء أوتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة ومنقي للهواء. فتحة تكييف خلفية. فيها مزيل للضباب من الزجاج الأمامي أوتوماتيكيا. فتحة سقف كهربية. تحذير عند انخفاض مستوى مياه المساحات. حساس إضاءة أوتوماتيكي. فيها فوانيس أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين. بالنسبة للفوانيس الأمامية، الفوانيس مش ليد. الإضاءة الإرشادية لا توجد. إضاءة أمامية خلال النهار لا توجد. بالنسبة للفوانيس الليد الخلفية لا توجد. بالنسبة لفرش المقاعد، فرش فاخر. مقود ونائل حركة مكسوب الجلد موجود. تعديل الكرسي السائق في 6 اتجاهات. مسند يد أمامي متحرك وصندوق تخزين مكسوب الجلد يوجد. يوجد مسند يد خلفي مع حامل الأكواب. إمكانية طي المقاعد الخلفية 40-60. شبكة أمامية من الكروم. حزام كروم خارجي للأبواب. مقابض خارجية بطلاء من الكروم. بالنسبة لنظام الترفيه، وحدة صوت مع شاشة 7 بوصة موجود. دعم الأجهزة الآيفون والأندرويد موجود فيها. للهاتف نظام بلوتوث يوجد. عدد 6 سماعات. شاحن هوائي للهاتف الجوال. مدخل صوت AUX USB. في نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والسعادة وأشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.